ريادة المصريات في مجال الطيران تعود إلى النصف الأول من القرن العشرين، حيث ظهرت لطيفة النادي وليندا مسعود وعزيزة محرم، التي حصلن على إجازات للطيران في وقت لم تكن فيه المصريات قد نلن أي قدر يذكر من حقوقهن الاجتماعية. وبعد سنوات تسير هبة درويش على خطى رائدات الطيران في الماضي وتحتل مكانها في قمرة القيادة. والله بحب الطيران من صغري، وقررت ان انا ابقى طيار واتعلم طيران بعد الجامعة، ودرست الطيران فعلا واشتغلت. هبة تطير الى كافة البلاد، وهو ما يؤكد ثقة الشركة في امكانياتها. لا، كل الديستنس يعني في حسب الطيارة معينة على خطوط ايه، انا بطير الخطوط اللي الطيارة دي بتروحها، وهي معظم اوروبا ومعظم افريقيا ومناطق في اسيا. وما من قيد رسمي على عمل النساء في مصر في قيادة الطائرات، ورغم ذلك لا يزال عددهن قليل في هذا المجال. هي مهنة صعبة بالتأكيد، مهنة صعبة، واللي قادر بس هو اللي هيدخل، اللي قدها هو اللي هيقدر يوصل لأنه يبقى قائد طائرة. أطقم الضيافة الجوية تجد صعوبة أحيانا في إقناع المسافرين بأن قائد الطائرة امرأة. لا، هم بلاقي اللي بيستغربوا، اوكي، بس بلاقي برضو اللي هم فاهمين، يعني هو فيه وفيه، ايدك مش زي بعضها، بس فانت هتلاقي اللي بيستغرب دوت يعني بحاول اوصل له المعلومه عادي، ما فيش فرق دلوقتي بين راجل وست. الست دلوقتي عندنا وزيره، يعني شايف عندنا طياره. ويؤكد المسؤولون في شركه مصر للطيران ان الاداره لا تعرف التفرقه بين الرجال والنساء في العمل منذ بدايه تاسيسها. ده الرجل لما مجرد ما يخش في الشركه ده طيار وده طيار، فاحنا بنتعامل معاهم وفقا لعدم الفرقه ما بين السيده والرجل، بتاخد نفس الجدول اللي بياخده الرجال، بتطير في كل الاوقات، بتطير على جميع الرحلات، بتعامل معامله تقدر تسميها بدون تفرقه ما بين السيده والرجل. نجاح هبه كقائدة لطائره مدنيه تجاريه تؤكد أن المسيرة التي بدأتها المرأة المصرية في مجال الطيران قبل عقود لا تزال مستمرة، ولو أنها لم تصل إلى كل ما يحقق طموحها بعد.